إذن نتحول إلى الصحافة، ومنها نقرأ إيقاف وتصدير خام المعادن عاد الذهب. أوقفت تجارة المعادن تصدير المعادن في شكلها الخام باستثناء معدن الذهب، لأن ذلك يفقد البلاد موارد اقتصادية كبيرة. وأعلن وزير المعادن بروفيسور هاشم علي سالم إيقاف التصدير لخام المعادن بصورة نهائية إنفاذا لتوصيات الحوار الوطني. ووصف الوزير خلال اجتماعه بلجنة ترقية الصادرات المعدنية تصدير المواد في شكلها الخام بالمقلب الكبير، وأردف قائلا: نحن لن نصدر ولا غراما واحدا من المعادن في صورتها الخام عدا الذهب، الذي قال إنه المصدر الوحيد لجلب العملات الصعبة. كيف تقرأ الأمر؟ جيد، لكن ما هي المعادن قاعدين نصدرها غير الذهب؟ ما عندنا معادن قاعدين نصدرها. هو انشعر انه في بعض الاحيان عندنا شويه فوبيا كذا بتوصيات الحوار الوطني بان ننفذها وكذا نعملنا عليها. وانت اذا رجعت بنك السودان شفت الصادرات غير الذهب، الذهب صحيح الربع الاخير كان زي مليار و400 مليار، لكن ثاني ما في معادن. هل هذا يعني ان السودان يعني ما في معادن كثير انت قاعد تصدرها؟ يعني انت بتصدر شويه ملح لبعض الولايات، بتصدر حديد خرده، بتصدر بعض المواد الخام، والتصدير كله ما بيزيد له من 97,000 ولا 98,000 دولار. يعني ما في معادن كثيره قاعد تصدر في السودان. انا افتكر انه نحن حق التركيز بتاعنا في وزاره المعادن ينصب على بناء خريطه، لانه في السودان في معادن كثيره، صحيح انه في النحاس، في الفضه، في بعض الفضه موجوده، في الكروم موجود، في الحديد موجود، في المنجنيز موجود، في الالومنيوم، كلها موجوده المعادن. لكن هل هي منتجه؟ هل الان اذا راجعنا بنك السودان وشوفنا الصادرات بتاعت السودان من المعادن بنلقى ارقام؟ ما بتلقى ارقام، ما في ارقام. فافتكر انه نحن يعني جيد انك انت تعمل سياسات زي دي، لكن اول خلينا ننتج المعادن ونجيبها. وكان الخطه الخمسيه كان فيها اتجاه لانه يزيد الحديد من كم طن لكم طن، والكروم من كم طن لكم طن، والنحاس من كم طن لكم طن، لكن في الحقيقه ما في وقائع نتائج فعليه على ارض الواقع. نحن الان بنعتمد بصوره رئيسيه على الذهب. فانت اولا خلينا نحن نكون عندنا معادن، وبعد ذلك نحن ننظم انه نصدرها لبرا ولا ما نصدرها، ولا حتى نقول يعني ما في معادن كذا بالدرجه المخيفه نقول والله عندنا مقلب كبير المعادن بتاعتنا صدرت. ما عندنا معادن اصلا نحن قاعدين نصدرها، بحيث انه تكون عندنا معادن بكميات كبيره كذا لحد ما تصدر وتتراجع. يعني المساله دي مساله انا شايفها اوكي نعمل قرارات ونقول والله توصيات الحوار الوطني قالت كذا كمان. فيما يتعلق بقامة صناعة تحويلية للمعادن دكتور، هل يمكن أن نقول أن السودان في هذا الاتجاه تحديدا أن كل إمكانياته حتى الآن ما زالت تحت الأرض، أم هنالك بشريات، أم هنالك مستقبل؟ كيف ترى الأمر؟ والله شوف، المعادن دي من الأشياء المهمة، وربنا أنقذ بها السودان من الاقتصاد تعب بعد البترول. والذهب بشكل الآن 44% أو 37% على أقل من ميزانية العام الماضي في العملة الصعبة. فأنا أفتكر إنه في معادن تانية ممكن تشكل نفس القيمة، يعني ممكن النحاس يكون نفس القيمة، ممكن الحديد يكون نفس القيمة، ممكن المنغنيز يكون نفس اليورانيوم، يكون كل المعادن دي ممكن موجودة بمستويات مختلفة. فأنا أفتكر إنه الأهم فيها إنه كيف إنه نحن نخلي الشركات تحت الاستثمار تجي وتستثمر في المجالات دي، ونديها مساحات أكثر حتى لو صدرت الخام. أنا أفتكر إنه حتى لو صدرت الخام بقي جزء منها هنا هي عشان تسترد المبالغ وتعطي تشيل الخام وتجيبه. وأفتكر إنه من المهم، لأنه لحد الآن نحن ما عندنا قدرات على الصناعات التحويلية. الصناعات التحويلية تتطلب مبالغ ضخمة جدا في القدرات بتاعتها، في الإمكانيات بتاعتها، لكن إمكانياتنا نحن المالية ضعيفة جدا. يعني أكثر بنك عندك ميزانيته ما بتزيد لها من 120-130 مليون دولار. فأنت إذا دا تعمل لك مصنع بكم ملايين الدولارات، فافتكر إنه بيكون من الصعب عليك إنك توفر التمويل ده إلا بشراكات كبرى، من شركات كبرى، مؤسسات كبرى. فمن الأفضل إنه نحن نفتح المجالات ونخلي الشركات تجي، وبعد ما يكون عندنا مخزون ضخم نقول والله مخزوننا ده احنا ما دعنا نصدر. يعني في ذات الإطار وزارة المعادن ظلت تتحدث عن أرقام كبيرة في إنتاج الذهب، لكن ما زالت هناك أزمة كبيرة في مسألة النقد الأجنبي. يعني برأيك أين تأثير الذهب وتأثير هذه الأرقام على الوضع الاقتصادي الآن في السودان، وأين تذهب عائدات الصادر حتى تمثل مصدرا للنقد الأجنبي الذي يساعد في تمويل هذه العمليات الصناعات التحويلية؟ ما هو لحد الآن ما عندنا غير الذهب. نحن الآن الواردات بتاعتنا 7 مليار دولار، الصادرات بتاعتنا 3 مليار دولار. ما في حاجة ثانية تصدر غير الذهب كقيمة أساسية، لأن الذهب 37% منه. بعد ذلك عندك السمسم بيجيب له 900
$80 مليون، عندك الثروة الحيوانية بيجيب لها زي $680 مليون، بعدك القطن $98 مليون، حدود محدودة جدا. فانت الاساس بتاعك الان الشكل الصادر هو الذهب، وده ما بكفي القيمه، لان الذهب بيمثل 37% من الصادرات بتاعتك ومن قيمتك من النقد الاجنبي. مفترض تكون عندك موارد ثانيه، يكون عندك المغتربين، نشجع المغتربين ويجوا، يكون عندهم استثمارات، لان المغتربين نفسهم عندهم استثمارات مش عندهم تحويلات بس. صحيح نتكلم عن التحويلات المغتربين $6 مليار، لكن المغتربين عندهم استثمارات، عندهم استثمارات خارجية، عندهم استثمارات في الدول المختلفة. هسه في أثيوبيا قالوا في أكثر من 350 مستثمر سوداني موجودين في أثيوبيا، المستثمرين السودانيين من نمرة 2 في أثيوبيا. فيبقى أنت تستقطب المستثمرين ديل وتخليهم يجوا، وديل أغلبهم مستثمرين من خارج السودان، موجودين في الخارج، يعني أشخاص عندهم زر يشتري لي شقة، يعمل لي شركة صغيرة، يعمل في دبي، يعمل في القاهرة، يعمل في منطقة مختلفة، خلهم يجيبوا المبالغ بتاعتهم دي، وهي تقدر بحدود $60 مليار حتى التمويلات بتاعت المغتربين ديل. فبتكري إن كل ما قدرت أنت استقطبت المبالغ دي يكون عندك أنت وفر أكثر غير الذهب، لكن الآن الذهب هو الأساس. حتى عندنا المصنع بتاع الحقل بتاع الراوات كان محتاج له $170 مليون، $170 بيوفر لك 200,000 طن يوميا، 200,000 برميل يوميا، بيوفر لك بعض الانتاج المحلي من استهلاك من الوقود ومن اشكالات بتاعت الوقود. وبرضه اشكالات ممكن توفر تقلل على الاقل من شكل حلول لكثير من الواردات بتاعتك. نعم.